وصل الطفل السعودي برفقة والديه إلى مدينة جدة قادما من أستراليا، حيث أدخل إلى المستشفى لتشخيص حالته الطبية تحت إشراف طبي متكامل. جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد بنقل الطفل مع أبويه من أستراليا إلى المملكة. للمزيد ينضم معنا من جدة مراسل الإخبارية الزميل عبد الله بن شهران. عبد الله، مساء الخير وأهلا بك معي عبر نشرة النهار. حدثنا عن حالة الطفل وأيضا دخوله إلى المستشفى والحالة الصحية كذلك. نعم، بداية أرحب بك زميلي سالم وأرحب بالسادة المشاهدين، يسعد مساكم جميعا. أتواجد في هذه اللحظات في أحد المستشفيات الأهلية في حي الجامعة بجدة لننقل لكم بالصوت والصورة عن آخر المستجدات والحالة التي وصل إليها الطفل يزن، وهو الذي يبلغ من العمر 8 سنوات. تعرض يزن خلال الأيام الماضية لوعكة صحية في استراليا، وإنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم نقله إلى المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص إلى مدينة جدة. بعد ذلك تم إدخاله إلى أحد المستشفيات في حي الجامعة بجدة. لتفاصيل أكثر حول هذه الحالة وحالة الطفل يزن ينضم بجانبي جد الطفل يوسف المنتشري. أرحب بك أستاذ يوسف. بداية إن شاء الله يزن ما يشوف باس إن شاء الله وقدامه العافية. بداية إيش الحالة اللي تعرض لها يزن أثناء تواجده مع أبويه في استراليا؟ اولا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بمندوب قناه الاخباريه الاستاذ عبد الله الجهني. فالطفل يزن بن عبد العزيز يوسف المنتشري ساكن مع والديه في استراليا اثناء تحضير والده الدكتوراه في الهندسه البيئيه ممتاز من قبل جامعه ام القرى. اولا فالطفل يزن تعرض لواقع صحيح، ارتفعت درجه حرارته في البيت وعملوا له في المساء اكسجين وازدادت الحاله مع صلاه الفجر، وصار عنده غثيان طراش. واثناء الغثيان هذا يبدو انه الطراش رجع في مجرى الهواء، فدخل الولد في غيبوبة. عملوا له إسعاف والديه، ولكن كان في عندهم الرأفة يعني بالضغط على الصدر. اتصلوا في المستشفى في سيدني وطلبوا الإسعاف وجات الإسعاف، ولكن كان في وقت متأخر. وصل المستشفى وفي حالة غيبوبة. قرر عليه المستشفى عند وصوله أنه الطفل متوفي دماغيا، وأنه ما يبقى ما في شغال لأنه نبضات القلب، وأدخل عناية مركزة هناك. وبناء على ذلك قالوا انه الحاله ميؤوس منها، فلا بد ان ما في الا ننزع الاكسجين والمغذيات حتى يتوفى، لانه القضيه قضيه وقت وقضيه اخذ مكان. بالنسبه للتكاليف، التكاليف ما كانت مشكله، لانه السفاره وسفاره ولاية خادم الحرمين الشريفين ابدا سدادها لسداد التكاليف، لكن المستشفى كان عنده مشكله في المكان، فقال ربما اني انا اسعف حاله امل في حياتها، لكن هذا ميؤوس من حياته. بناء على ذلك المهندس عبد العزيز تواصل مع السفير وقال انا ولدي كذا كذا، فاطلب له خلاء طبي، اطلب له خلاء طبي للمملكه العربيه السعوديه، لانه انهم هنا قالوا لي لازم ينزعون الاجهزه ويتوفى الولد، فرفض الوالد قطعيا. واستجاب السفارة خادم الحرمين الشريفين لنداء عبد العزيز ورفعوا لوزارة الصحة، وكان في ذلك وقت قياسي خلال 72 ساعة وصل الخلاء الطبي بأمر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى سيدني، وتم نقل الطفل إلى جدة. وصل الفجر يوم الثلاثاء الساعة 2:45 دقيقة إلى مطار قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة، وكان استقباله من قبل اسعاف المستشفى الاندلسية هي اللي ابدت الحالة هي اللي ابدت استعداد لقبول الحالة مع وزارة الصحة، وتم نقله المستشفى الاندلسية بحي الجامعة بمدينة جدة. وحقيقة يعني لا يسعني في هذا المكان الا ان ارفع ايات الشكر والعرفان والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد
سلمان بن عبد العزيز على سرعة الاستجابة، وحقيقة كان يعني فضلهم كبير على المواطنين وعلى المقيمين وعلى الشعوب المملكة العربية السعودية. ونحمد الله ونشكره أن في هذا البلد اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة الإسلام والأمن والأمان، نسأل الله العلي العظيم أن يأيد ولاة أمرنا وأن ينصرهم وأن يقوي وأن يعلي كلمتهم على من عداهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم يوسف، باخذ معك بس سؤال، كم سؤال معك. كيف الآن يعني مشاعر الأب والأم بخصوص أن يزن، حسب ما بلغتني أنه أكبر أخوانه في المنزل، كيف مشاعر أخوانه الصغار وأيضا أبوي؟ والله الحمد لله والشكر يعني والديه العظيم قضاء وقدر، ولكن كانت فرحتهم غامرة جدا جدا بنقله إلى أرض الوطن وقربهم من العائلة والأسرة في حالة ما توفى لا قدر الله تم وفاة الطفل، فيكونوا بين أهليهم والعزاء في بيتهم. وحقيقة أخته أصغر منه 6 سنوات هي اللي زالت تسأل عن يزن أين يزن أين يزن، لكن نسأل الله العلي العظيم أن يصبرهم وأن يثبتهم. وهي الصبر عند المصيبة الكبرى في مثل هذه الحالات، ما لا نملك إلا الدعاء ليزن أن الله سبحانه وتعالى يشفيه، وكذلك الوالدين أن يثبتهم ويصبرهم على مصيبتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني ما في عندنا أكثر من كذا يعني. أخيرا عم يوسف، وش الرسالة اللي تبغى توجهها عبر قناة الإخبارية؟ الرسالة أرفع آيات الشكر، أرفع أسمع آيات الشكر والعرفان والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما أولاه، على لفتتهم الكريمة بسرعة تفضلهما بإخلاء طفل من سيدنا إسرائيل، وهذا لا يمكن أن يصيب أي بلد من بلدان العالم في الوقت القصير والمحدد جدا. فلا نملك إلا الشكر والتقدير والعرفان لهما، ونسأل الله العلي العظيم أن يأيد ولاة أمرنا وأن ينصرهم وأن يعلي كلمتهم وأن ينصر الإسلام المسلمين. حقيقة كان مستشفى الجامعة لا بأس فيه، لكن بودي أنه ينقل مستشفى الملك فيصل التخصصي، لربما يكون الأجهزة فيه أحسن، وكذلك العناية والخبرة الصحية أحسن من كذا. ولا نملك إلا الدعاء لحكومتنا، أسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر جنودنا على ثغور المملكة، المنطقة الجنوبية والمنطقة الشمالية. والحمد لله على كل حال، ونحن حقيقة ننعم بالأمن والأمان في ظل حكومة الرشيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية عم يوسف المنتشري جدة الطفل يزن، شكرا مقدر لك ويعطيك العافية، وبإذن الله تعالى تفرحون بسلامته بإذن الله تعالى. يعطيك العافية، شكرا لك عم يوسف. إذن سالم والسادة المشاهدين، نعم، كانت هذه القصة بشكل مفصل الذي تحدث عنها الجد يوسف المنتشري عن حالة يزن بشكل عام، وكان له في حديث، نعم، في آخر حديثة مطالبة بنقل المستشفى يزن إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الأجهزة المتقدمة ليكون بإذن الله ونعود إلى بيت أهله سالما معافى بإذن الله تعالى. وأخيرا سالم، نتمنى من السادة المشاهدين الدعاء ليزن، ما يشوف شر، وإن شاء الله يقوم بالسلامة زميلي عبد الله يزن ويعود لأسرته ووالديه وإخوانه وأخواته. شكرا لك زميلي عبد الله ولضيفك الكريم.